السلام عليكم ورحمة الله. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، وحييكم أنا عبد الله التميمي. وتحية لكم مني أنا سمر حمد، ومعنا في لغة الإشارة عبد الله العقلة. والبداية بالعناوين. سمو وزير الداخلية يؤكد حرص مملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج. المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم تخار شمال شرقي أفغانستان. بالتزامن مع الغارات الجوية لتحالف دعم الشرعية، الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في لحج وصادا. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. كما أكد سموه أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية. ونوه سمو وزير الداخلية بالتعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدا على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية. كما شدد سموه على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم تخار شمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة وللشعب الأفغاني الشقيق وتمنية للمصابين بالشفاء العاجل. وكانت منطقة الرستاق بولاية تخار الأفغانية قد شهدت انفجارا لدراجة نارية مفخخة أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 32 شخصا بجروح. الانفجار استهدف تجمعا انتخابيا للمرشحة في الانتخابات التشريعية نظيفة يوسفي بيك، وأوضح مسؤولون أفغان أن المدنيين يشكلون معظم القتلى، مشيرين إلى أن التفجيرات وضعت على دراجة بخارية وانفجرت خلف الخيمة الانتخابية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الجرحى والمصابين. ووقع الاعتداء غداة تحذير وجهته حركة طالبان للمرشحين للانسحاب من الانتخابات التشريعية، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الاعتداء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن المملكة العربية السعودية قطب من أقطاب الاستقرار العالمية. تصريحات رئيس الوزراء البحريني جاءت خلال لقائه بنائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان في المنامة. وقال الأمير خليفة بن سلمان إن دعم المملكة العربية السعودية هو دعم لنا، مشيرا إلى أن السعودية أكبر وأهم حليف للبحرين. بلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة لموسم 1440 هجرية وحتى التاريخ الثاني من صفر أكثر من 421 ألف تأشيرة، ووصل مجموع القادمين إلى المملكة 181 ألف معتمر. نعم، جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعية الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي. وتصدرت الجنسية الباكستانية الجنسيات الأكثر قدوما، تليها الهند فإندونيسيا فالأردن ثم اليمن خامسا. ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر. دشنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ثلاث خدمات إلكترونية جديدة
تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتسهم في سهولة تقديم خدمات الجوازات لهم. الخدمات الجديدة تتمثل في خدمة التفويض الشامل وخدمة نقل المعلومات للمؤسسات التي يقل المعاملون فيها عن 100 عامل وخدمة بيانات مقيم. وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين والمقيمين دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات لاختصار الوقت وتوفير الجهد، حيث أن خدمة التفويض الشامل تمكن المواطنين والمقيمين من تفويض أي شخص لإجراء أي خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له، فيما تمكن خدمة نقل المعلومات للمؤسسات صاحب العمل من تحديث بيانات جواز السفر المقيم التابع له آليا دون الحاجة لمراجعة جوازات، بينما تمكن خدمة بيانات مقيم صاحب العمل من الحصول على المعلومات الأساسية للمقيمين العاملين بالمنشأة وطباعتها لتقديمها للجهة الرسمية عند طلبها. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط أكثر من 1,890,000 مخالف. الحملات الميدانية انطلقت أواخر شهر صفر من العام الماضي، إذ تنظم الجهات الأمنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية حملات تعقبية وتفتيشية بشكل مستمر، وقد نفذت عقوبات فورية بحق أكثر من 309,000 مخالف، فيما أحيل ما يقارب من 270,000 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر، إلى جانب إحالة 330,000 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما رحل أكثر من 483,000 مخالف. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات لأبناء الشعب اليمني في كافة المناطق اليمنية دون تمييز. وتتنوع المساعدات ما بين ملابس ومواد غذائية مختلفة ليستفيد منها الآلاف من الأفراد من الأسر اليمنية. ففي محافظة مأرب وزع المركز 850 كرتونا من التمور للنازحين من صنعاء، حيث سيستفيد منها 5,100 نازح. أما في محافظة الضالع فقد وزع المركز 1,700 كرتون من التمور سيستفيد منها 10,100 فرد. وفي محافظة حضرموت وزعت مساعدات إنسانية متنوعة للنساء الأرامل في مديريتي تريم والقطن، حيث شملت المساعدات توزيع الملابس والمواد الغذائية. وفي الشأن الميداني اليمني، أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما جديدا في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج ومديرية اكتاف غربي محافظة صعدة. تقدمات الجيش تزامنت مع غارات للتحالف العربي لدعم الشرعية، إذ استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي. ففي محافظة لحج حررت قوات الجيش جبل الكوكب وجبل النبي شعيب في مديرية القبيطة عقب معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. أما في محافظة صعدة فقد فرض الجيش اليمني سيطرته على سلسلة الجبال المحيطة بالمحافظة، بالإضافة إلى تأمين قرية بني هويدي. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا المدعومة من إيران، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من خطر تلاعب ميليشيا الحوثي بالمناهج الدراسية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. التحذيرات جاءت على خلفية إقدام الميليشيا الحوثية على مجموعة من الإجراءات لتغيير الثقافة والهوية للشعب اليمني. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن ما تلقنه الميليشيا الحوثية لأطفال اليمن من أفكار إيرانية ضالة ومنحرفة ودخيلة على ثقافة وهوية المجتمع اليمني يعد من أخطر الوسائل التي تزرعها الميليشيا الحوثية لتدمير النسيج الاجتماعي. ولفت الإرياني إلى أن استمرار سيطرة الميليشيا على صنعاء وعدد من المحافظات وفرض أفكارها المستوردة من طهران وتلاعبها بالمناهج سيفرز جيلا من المؤدلجين بالأفكار المنحرفة.
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 عضوا جديدا في مجلس حقوق الإنسان. مملكة البحرين كانت من بين الدول المنتخبة بعد حصدها 165 صوتا من أصل 192 صوتا. وتوزعت الدول 17 الأخرى التي انضمت إلى المجلس على القارات إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية. وأكد وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد الخليفة أن فوز بلاده بعضوية المجلس انعكاس لنهجها في ترسيخ الحقوق والحريات، ويعكس إدراك البحرين لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة وجهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بمشاركة القطاع الخاص، الضمان الاجتماعي يطلق الملتقى الثاني لتوظيف أبناء المستفيدين. أهلا بكم من جديد. بالتعاون مع القطاع الخاص أطلق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية الملتقى الثاني لتوظيف أبناء المستفيدين من الضمان، حيث استفاد منه أكثر من 2000 شاب وشابة. المزيد في التقرير التالي. بهدف استهداف الأنشطة المواطنة، طرح مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية العديد من الفرص الوظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم وبناتهم. الملتقى الثاني لتوظيف أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الإقبال بصراحة كان إقبال جيد وممتاز، وجدنا تعاون من القطاع الخاص، ونتمنى إن شاء الله هذا التعاون يستمر في صالح الجميع إن شاء الله. المعرض الذي احتضن الفرص الوظيفية نجح في استقبال أكثر من 2000 مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي. هي مجموعة ما شاء الله يعني كويسة، يعني نحن شفنا عدة وظائف، وفي عندهم وظائف إدارية ووظائف يعني في محلات وفي مصانع، إن شاء الله يعني نحن نلاقي الوظيفة المناسبة. قدمنا شهايدنا وخبراتنا والحمد لله إن شاء الله في توفيق من الله، والضمان الاجتماعي ما قصر. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من المشاركة المجتمعية والتعاون في توطين الوظائف، فيما يستعد الضمان الاجتماعي لإطلاق برنامج تأهيلي للمستفيدين في المنطقة الشرقية. علي الشهري، الدمام. تجري أوكرانيا حاليا أكبر مناورات جوية مشتركة منذ الاستقلال، وذلك بمشاركة 8 دول أخرى هي الولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك واستونيا وبولندا ورومانيا. واستعرض أفراد القوات الجوية والأوكرانية والقوات المشاركة مهاراتهم خلال المناورات التي أطلق عليها كلير سكاي 2018. كلير سكاي 2018 هي أكبر مناورات جوية مشتركة تجريها أوكرانيا منذ الاستقلال. واستعرض أفراد القوات الجوية الأوكرانية بالاشتراك مع قوات عسكرية من 8 دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا، استعرضوا مهاراتهم خلال التدريبات التي أجريت في قاعدة جوية عسكرية بغرب أوكرانيا تبعد 320 كيلومترا عن العاصمة كييف. وتدرب الطيارون على الإقلاع والهبوط في ظروف مختلفة، كما تدربوا على عمليات إخلاء الجنود. وشاركت في التدريبات مقاتلات أوكرانية من طراز سوخوي 24 وسوخوي 27 وميك 29، بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية من طراز F-15. It's a professional military organization. وأشاد الميجر جنرال كلي غاريسون القائد بالحرس الوطني الجوي الأمريكي بأفراد القوات الجوية الأوكرانية، قائلا إنهم محترفون للغاية ويتميزون بالتركيز الشديد خلال أداء المهام الموكلة إليهم. وتستمر هذه المناورات حتى 19 من أكتوبر تشرين الأول الحالي في منطقتي خيميلنيتسكي وفينيتسيا. أثرت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار غزيرة منذ الأربعاء في جزيرة سومطرة غرب أندونيسيا أسفرت عن 21 قتيلا، فيما قدر عدد كبير من الأشخاص من ضمن المفقودين. الفيضانات تسببت أيضا في تدمير العشرات من المنازل وجسور المشاة في الجزيرة. تابع.
نشرت صيون انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بإندونيسيا عن مقتل 21 شخصا على الأقل، وخلفت 15 مفقودا، ودمرت مئات المنازل يوم السبت. وقال مسؤول إغاثة إن أكثر من 500 منزل في إقليمي سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية غمرتها مياه السيول أو أصابتها بأضرار، بينما جرفت بعض المنازل ودمرت 3 جسور معلقة. وقال المتحدث باسم هيئة الإغاثة من الكوارث إن عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ جارية، لكن القرى المتضررة تقع في مناطق جبلية والوصول إليها صعب بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق. وفي إقليم سومطرة الشمالية قتل 11 تلميذا بإحدى القرى الجمعة عندما انهار جدار فصلهم بعد فيضان نهر قريب، ودفن الضحايا تحت الأوحال والأنقاض، وجاري البحث عن تلميذ آخر مفقود بين باقي التلاميذ الذين كان عددهم 29 وقت سقوط الجدار، وتتحقق السلطات مما إذا كان هناك أي ضحايا آخرين. قالت هيئة الإنقاذ البحري إن 3 مهاجرين غرقوا، فيما تم إنقاذ 354 مهاجرا من قوارب صغيرة في المياه الإقليمية الأسبانية، ولم تعرف بعد جنسية القتلى والمنتشرين. وقال متحدث إن خفر السواحل الإسباني عثر على الجثث وأنقذ 35 شخصا من قارب كان قد أوشك على الغرق في بحر البوران في غرب البحر المتوسط بعد أن رصدت طائرة إنقاذ القارب. 3 جثث لمهاجرين انتشلتها قوات خفر السواحل يوم الجمعة، فيما أمكن إنقاذ 354 مهاجرا كانوا على متن 9 قوارب صغيرة في المياه الإقليمية الإسبانية. وقال متحدث إن خفر السواحل الإسباني عثر على الجثث الثلاث وأنقذ 35 شخصا من قارب كان قد أوشك على الغرق في بحر البوران في غرب البحر المتوسط بعد أن رصدته طائرة إنقاذ. وأصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يفرون من أفريقيا سعيا لحياة أفضل في أوروبا، وزاد عدد الوافدين لإسبانيا مقارنة بمن يصلون لإيطاليا واليونان مع رفض الحكومة الشعبوية في روما استقبال سفن الإنقاذ. وشهد عدد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا هذا العام ارتفاعا حادا في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد المهاجرين إلى كل أنحاء أوروبا. وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن 35,218 مهاجرا وصلوا البلاد عبر البحر هذا العام حتى نهاية سبتمبر أيلول، ويمثل هذا العدد أكثر من 3 أمثال نظيره من الفترة نفسها من العام الماضي. حققت المملكة 8 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية جاكرتا 2018 التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال فترة من 6 وحتى 13 من أكتوبر. الميداليات توج بها لاعبو المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب، حيث حصلوا على ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات، واحتل من خلالها الأخضر الترتيب 19 بين المنتخبات الآسيوية، والتي يشارك فيها 43 دولة تنافسوا في 18 لعبة بارالمبية. وجاءت الميداليات التي توجت بها المملكة عن طريق المنتخب السعودي للألعاب القوى لذوي الإعاقة والمنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب المشاركين السعوديين في منافسات رفع الأثقال. في سياق غير مألوف، خاض سائق راليات بمركبته تحديا ولكن من نوع آخر، وتحديدا مع سائق دراجة نارية. التحدي جرى في تلوسا بوسط البرتغال في مضمارين، الأول مخصص للسيارات والآخر للدراجات، إذ واجه المتسابقان تحديات مختلفة. نتابع. أيهما أسرع، 4 عجلات أم 2؟ هذا هو السؤال الذي حاول داني سوردو السائق المنافس في بطولة العالم للراليات الإجابة عنه على متن سيارة فريقه هايونداي موتور سبورت حين نافس مواطنه الإسباني أندريو لاكونديجي في سباق على منحدر في البرتغال. المنافسة غير المعتادة جرت في تل لوسا بوسط البرتغال، حيث قاد سوردو سيارته في طريق مخصص للراليات، بينما شق لاكونديجي طريقه عبر مسار مجاور للدراجات.
والتقى المتسابقان في بعض مراحل السباق نظرا لتقاطع المسارين، لكن كل منهما واجه تحديات مختلفة. الدراج لاكونديجي: هذا أمر جنوني، السير جنبا إلى جنب مع هذه السيارة جنون، لأنني لم أرى أو أسمع قط عن سباق كهذا، وبمجرد أن سمعت المحرك لم أصدق نفسي، ورؤيته يقود السيارة أقرب للخيال، إنه يفعل ما يحلو له. ولكن من احتل المركز الأول في هذا السباق غير المألوف؟ إنه سوردو بسيارة السباق، ولكن بفارق طفيف للغاية عن الدراج لاكونديجي. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سمو وزير الداخلية يؤكد حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج. المملكة تدين وتستنكر بشدة التهجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم تخار شمال شرقي أفغانستان. بالتزامن مع الغارات الجوية لتحالف دعم الشرعية، الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في لحج اليمنية. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بخير. في أمان الله.